الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية لرئيسي مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ويمنح سلفيهما وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. الأمن القومي وبناء الإنسان والإصلاح الاقتصادي محددان شدد عليها رئيس الوزراء خلال استعراضه أجندة عمل حكومته الجديدة. كبار رجال الدولة يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين الدستورية لكل من رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان. ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من رئيس مجلس الدولة السابق المستشار عادل فهيم عزب ورئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار حافظ أحمد عباس. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود رئيساً لمجلس الدولة. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. وفي هذا السياق أعرب السيد الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكدا مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، ومشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال. وخلال الاجتماع كلف مدبولي الوزراء المعنيين بوضع حل دائم لهذه المشكلة، مشيرا إلى ما تم تقديمه من حل استثنائي لأشهر الصيف الحالية عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، لافتا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن تقديم الحل النهائي للمشكلة بنهاية العام. وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الوزراء وجود تكليفات من الرئيس السيسي بالإسراع في إدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية. ووجه مدبولي الوزراء المعنيين بالعمل على رفع كفاءة التشغيل وزيادة إنتاج الكهرباء منوها بقرار توفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة. أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الشديد في أول يوم عمل بعد الإعلان عن تشكيلها الجديد عمل متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار. وشدد مدبولي خلال اجتماعه مع وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من المسؤولين على ضرورة وجود تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية. وأكد في الوقت ذاته أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية حتى يسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأي محاولة للتلاعب.
وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار. كما استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رؤية العمل خلال الفترة المقبلة. وخلال اللقاء شدد مدبولي على ضرورة سرعة إنهاء المشروعات الكبرى بهذا القطاع، ويشمل ذلك سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط وبدء خطوات التسويق والتشغيل للمكونات التي تم الانتهاء منها، وكذا بدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع تجلي الأعظم بسانت كاترين والانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو كحد أبرز مشروعات التطوير الحضري الراهنة. وخلال مؤتمر صحفي قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن الحفاظ على محددات الأمن القومي تصدر القائمة التي وضعها الرئيس السيسي لإطار عمل الحكومة الجديدة. وأضاف مدبولي أن إطار عمل الحكومة يشمل إلى اهتمام خاص لبناء الإنسان المصري في مجالات متنوعة، في مقدمتها الصحة والتعليم والثقافة، هذا فضلا عن تطوير البنية السياسية في مصر. المحددات الرئيسية يعني والتوجهات والأهداف اللي وضعها فخامة رئيس الحكومة، أول شيء طبعا الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجهها الدولة النهاردة في الظروف الخارجية اللي حضراتكم كلكم شايفينها واللي بتتغير كل يوم وممكن يحصل فيها تطورات. وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وهنا يمكن ملف الصحة والتعليم على الأخص وأيضا الثقافة بيشغل أهم التحديات وأهم النقاط اللي لازم الحكومة إن شاء الله هتكون شغالة عليها. تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير أكتر لمنظومة الحوار الوطني والتفاعل ما بين الحكومة والآلية الحوار وتنفيذ المخرجات اللي الحوار الوطني وضعها في خلال المرحلة القادمة. الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات اللي بيقوم بيها المجتمع المدني اليوم. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الاستثمارات المباشرة وتشجيع القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة المقبلة. وأشار مدبولي إلى استهداف الدولة الوصول بنسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال عامين أو ثلاثة أعوام، وضبط الأسواق وزيادة معدلة النمو الاقتصادية. الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحديدا العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، تشجيع دور القطاع الخاص أكثر وأكثر، وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة أو الاستثمارات الإجمالية للدولة. وبالتالي إحنا حاطين هدف واضح وحضراتكم عارفينه، أن نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في الإجمالي الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65% في خلال العامين ثلاثة القادمين. العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق عشان السلع وتكون في متناول قدرات المواطن المصري. زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن استحداث مجموعات عمل وزارية في إطار السعي نحو تحقيق مستهدفات عمل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن. وأضاف مدبولي أن مجموعات العمل الوزارية ستكون معنية بالاجتماع بشكل أسبوعي لبحث مختلف الملفات وعرضها على اجتماعات الحكومة. في إطار أن احنا عايزين نحقق مستهدفات سيادة الرئيس بأسرع وقت ممكن والأهداف اللي مكنها أو وضعها للحكومة، هنبدأ يمكن نستحدث أن يبقى في فلسفة لي أن يبقى في مجموعات وزارية متخصصة هتبقى موجودة بتجمع عدد من الوزراء تحت هذه المجموعات، وبيبقى بيرقصها يا إما رئيس الوزراء يا إما وزير معني بهذه الوزارات. وطبعا أول مجموعتين اللي أنا أعلنت عنهم واللي هيرقصهم السادة النواب رئيس مجلس الوزراء، المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
وتحت كل مجموعة هيكون هناك كل الوزارات والجهات المعنية برئاسة نائب رئيس الوزراء، بيجتمعوا أسبوعياً، بتبقى هناك مستهدفات للمجموعة، بيحلوا كل المشاكل والتداخلات العرضية اللي ما بينهم. رئيس الوزراء بيقعد معاهم ممكن كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر مرة، بتعرض قرارات المجموعة، لو تطلبت أي موافقة من مجلس الوزراء بتتعرض في نفس اجتماع في نفس الأسبوع. يعني المجموعة الوزارية تجتمع، لقيت ان في عايزة قرارات مجلس الوزراء يعتمدها، بعدها بيومين ثلاثة يبقى اجتماع مجلس الوزراء نعتمد هذه القرارات عشان العجلة تمشي بأسرع وقت ممكن. مطالب وآمال متعددة يعلقها المواطن على الحكومة بتشكيلتها الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، نستمع إلى عدد منها من قلب الشارع المصري. تهتم بالمواطن المصري كهو كإنسان قبل أي شيء، يعني كصحته كجوانبه النفسية، لأن صحة الإنسان النفسية نفسها بتأثر على كل جوانب حياته، فنتمنى ان هي تهتم بالجانب ده شوية وتهتم بيه كإنسان اهم من كونه حد بيشتغل او حد بمجرد ان هو بيؤدي نشاط او بيؤدي خدمة. طبعا الحاجات دي كلها مطلوبة ومهمة، لكن ان انا اتعامل مع البشر كأنه هو انسان وكأنه بشر قبل اي شيء، ده بيفرق طبعا في الانتاج وفي التقدم بتاع البلد. بنطلب من الحكومة الجديدة ان يكون عندها شوية بعض الاهتمامات بأول حاجة تشجيع الاستثمار والمستثمرين، خاصة شباب المستثمرين والمشروعات الصغيرة، هذه حاجة. تاني حاجة الاهتمام
بالمشاكل التموينية وفلترت المستفيد. يا ريت الحكومة تولى موضوع عملية التعليم، التعليم رقم واحد، لأن التعليم بتعلم الأجيال اللي طالعة، بتنشئ مجموعة وتنشئ أمة قوية جدا من خلال التعليم، ان انت تطلع الاجيال الناشئه. يعني التعليم والصحه والصناعه دول من اهم حاجه واهمهم كمان. انا بالنسبه لي شايف ان الصناعه لازم ننهض بالصناعه عشان نرفع البلد. يعني هي المفروض يعني اللي تشتغل عليه تشغل الشباب بما يرضي الله كده، وتشوف بقى مشكله المدارس والتعليم. الشباب فكر جديد، متخرجين عندهم حماس، شباب عندهم رؤيه جديده، عندهم تطلع للمستقبل، بالإضافة إلى الخبرة القديمة للناس القديمة اللي موجودة يعني. بس الشباب هم المستقبل. وأكيد يعني لو بنتكلم على المجالات اللي ممكن يبقى الاهتمام عليها أزيد شوية، ممكن نتكلم على الصحة والتعليم، هو أي أساس أي دولة بتنهض على الجزئين دول. أنا شايف أن أنت أهم من الدمج أن يبقى في استراتيجية واضحة للوزارة بتعملها. نتمنى أن احنا نشوف الوزارة مع تغيير الوزير من عدمه منظومة العمل لا تتأثر، ميبقاش كل واحد بيجي يعمل وجهة النظر بتاعته ويمسح ما سبق. بس دعواتي ان ربنا يكرم البلد ويكرم سيادة الرئيس بالناس، والناس تحبه اكتر واكتر، ان هو يزود الناس ويرخص الناس للحاجة للناس. العدل على جميع المستويات في الصحة والتعليم وكل مستويات المعيشة، يبقى في عدل بين جميع الافراد. يدين بدمجها عشان خاطر ان هم يخدموا على بعض، ان هم يكملوا بعض. وزاره الاقتصاد، وزاره الصناعه، وزاره التجاره، وزاره الصناعه، الحاجات ديت لو عملوا كومباينيشن كويس وعملوا تعاون كويس هيبقى في نتيجه كويسه. احنا كشباب بنطلب الرقابه على كل ما هو موجود في الدوله، من اول المؤسسات الحكوميه لحد المستشفيات لحد اي مكان بندخله بنطلب منه اي حاجه احنا بنعملها كشباب. فرص عمل للشباب، قطع النور، توفير الكهرباء، الحاجة الأسعار والحاجة غالية. طلباتي من الحكومة الجديدة إنها تهتم بالرقابة على الأسواق وتحدد هامش ربح للمصانع عشان تقدر حجم السلعة اللي ممكن الناس تشتريها بالسعر المعقول. أنا بقول للحكومة الجديدة اللي هي تبص للمواطن الغلبان وتبص للمستشفيات المجانية. بطلب من الحكومة طبعا الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالصحة، التعليم طبعا انه يتطور بما يواكب سوق العمل، واحنا نعمل فرص للعمل للشباب تواكب برضو التعليم بتاعهم، سواء بقى كان المراحل الابتدائية او المراحل اللي هي بتاعت الكليات. بطلب من الحكومة الجديدة ان يكون ملف التعليم الفني والمهني ده اهم الملفات اللي احنا المفروض نشتغل عليها الفتره الجايه، عشان يكون سوق العمل متاح لجميع الشباب. طبعا الصحه بطلب ان يكون في توفير احتياجات المرضى في المستشفيات، وانا شفت كفاءات مستشفيات ياما اترفعت، واتمنى ان احنا لو في حاجه بقى يكون تم الانتهاء منها. الحكومه هدفها اللي جاي يعني ان شاء الله نتمنى المواطن البسيط ورفع يعني الاعباء عنه. ان شاء الله يكون في تغيير في السياسات العامه وفي الوجوه. نامل احنا كشباب واحنا عايشين في المجتمع المصري ان احنا نشوف وجوه جديده، وان احنا نشوف فكر جديد داخل الوزارات والجهات الحكوميه ان شاء الله في العام في الاعوام الجديده. بطلب من التشكيل الوزاري الجديد ان هو يهتم بالشباب ووعي الشباب ومتطلبات الشباب ايا كانت، يعني في جميع المجالات، اذا كان مثلا في فرص العمل، في التعليم، في التقدم اللي دايما اللي على مستوى العالم كله. فاحنا برضو عايزين ان احنا برضو نبقى متقدمين على اساس ان احنا كنا نبقى مواكبين العصر. طبعا بطلب ان احنا غلاء الاسعار، يعني نحاول ان احنا نتجه للنقطه دي شويه عشان نراعي برضو جميع الفئات. اطلب من الحكومه الجديده ان احنا يا ريت نراعي مشكله البطاله في مصر عامه، لان نسبه البطاله دلوقتي بقت عاليه جدا، ونوفر فرص كتير عمل للشباب.
أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أهمية مواصلة مسيرة العمل والإنجاز لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج والعمل على إيجاد آليات جديدة لتحسين قنوات التواصل مع المواطن. وخلال اجتماعه مع قيادات وأعضاء قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالوزارة، أكد عبد العاطي الدور الذي تقوم به بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية باعتبارها متواجدة على الأرض ولها اتصال مباشر مع الجاليات المصرية. كما تناول الاجتماع تطوير المنصة الإلكترونية وإجراءات رقمنة الخدمات القنصلية وإطلاق منظومة متكاملة تشمل مواقع وتطبيقات إلكترونية تسهل تقديم الخدمات القنصلية لتسريع وتيرتها والارتقاء بجودتها. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد، وتقدم رئيس مجلس النواب إلى الرئيس السيسي بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات راجيا العزيز القدير أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة، وأن يعم السلام والأمان جميع أرجاء العالم العربي والإسلامي. بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. تقدم رئيس مجلس الشيوخ بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يكون عام خير ونماء لمصر وشعبها، مؤكدا استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي تعد فخرا لنا وللأجيال القادمة. هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد، وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعيا الله أن يعيده على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام. وأكد مدبولي في برقيته أن هذه المناسبة رمز لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. كما عهد مدبولي الرئيس السيسي على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد، حيث أكد أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل دروسا عظيمة تمثل حافزا لمواصلة العطاء في الزود عن أمن مصر وأبنائها والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أكد خلالها أن هذه المناسبة فرصة لاستلهام الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية ومواصلة التكاتف والتآزر انطلاقا من الإدراك الواعي بقيمة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبعث وزير الداخلية أيضا ببرقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، معربا عن أطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد لمسيرة العمل الوطني استكمالا للجهود المضنية في مجالات التنمية والبناء ومواجهة التحديات وقهر الصعاب بكل عزم وإصرار. وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، معربا عن خالص الدعاء بأن يبارك جهوده ويسدد خطاه للوفاء بمسؤوليات الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين الحنيف. كذا بعث محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، داعيا الله أن يحفظ قوتنا المسلحة الباسلة.
كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدا ضرورة مواصلة الترابط والتكاتف والتآزر لنكون جميعا صفا واحدا في سبيل تحقيق أهداف مسيرة العمل الوطني. كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة لفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبرقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية. عرب القس أندري زكي رئيس الطائفة الإنجليزية بمصر عن تهنيه القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وفي برقيته أعرب القس أندري زكي عن سعادته وسعادة أعضاء المجلس الإنجليزي العام ورؤساء المذاهب الإنجليزية في مصر بهذه المناسبة العزيزة. كما بعث الدكتور زكي برقية تهنئة مماثلة إلى عدد من كبار الشخصيات في البلاد، من بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنف الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ. قدمت الأكاديمية الوطنية للتدريب حلقة عن بناء الإنسان المصري ومسيرة التنمية البشرية في مصر وتعزيز قدرات الشباب المصري وتمكينهم للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية. ناقشت الحلقة دور القيادة السياسية لتأهيل وتمكين الشباب منذ عام 2015 بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإطلاق عام 2016 عاما للشباب، بجانب عقد العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب. هذا وناقشت الحلقة أيضا شعار الأكاديمية وهي المشروع القومي لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات، ومدى أهمية الوعي الشعبي في نجاح ثورة 30 يونيو، وهو ما ظهر في تضحيات الجيش المصري. ونشرة السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها. حكومة الاحتلال تعقد اليوم مشاورات للرد على أحدث مقترحات وقف إطلاق النار، وحركة حماس تؤكد أنها تعاملت بإيجابية مع المقترح. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل بأسات كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح مزيد من المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة في إطار تحمل مسؤوليتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وخلال الاتصال الذي تلقاه من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، شدد وزير الخارجية على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي والإنسانية. وأكد وزير الخارجية استمرار الجهود المصرية للتوصل لصفقة يتم بمقتضاها وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، منوها لأهمية دعم جهود السلطة الفلسطينية ومحذرا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تتخذها في الضفة الغربية.
قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعقد مساء اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني لبحث مقترحات حركة حماس بخصوص اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة. وأضاف المصدر أن نتنياهو سيجري قبل الاجتماع مشاورات مع فريقه لمفاوضات وقف إطلاق النار. يأتي هذا بعد إعلان حماس أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء في مصر وقطر بشأن أفكار التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وأشارت إلى أنها تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية. بصيص أمل يطرأ على مساعي التوصل إلى اتفاق التهدئة في قطاع غزة مع إعلان حركة حماس تبادلها بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف الحرب والانسحاب الشامل للاحتلال من القطاع. فبعد جهود دبلوماسية حثيثة مستمرة سلم الوسطاء ردا من حماس على اقتراح يتضمن إطلاق سراح المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار إلى المسؤولين الإسرائيليين. حماس كشفت في بيان أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكدت أنها تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية. بيان حماس أكد أن أي اتفاق يجب أن ينهي الحرب ويؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من غزة، فيما تؤكد إسرائيل أنها لن تقبل بهدنة حتى تقضي على حماس. سلطة الاحتلال من جانبها أكدت في بيان صدر عن مكتب بنيامين نتنياهو نيابة عن جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد أنها تدرس رد حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وعلقت القناة 12 الإسرائيلية على هذه الأنباء قائلة إنه لأول مرة يسمح رد حماس على مقترح التهدئة بالتقدم، مشيرة إلى أن هناك أساسا للمفاوضات. ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن ثمة خلاف بين المنظومة الأمنية والقيادة السياسية في إسرائيل بشأن التقدم نحو إبرام صفقة جديدة مع حماس. نقلت صحيفة الإسرائيلية عن مصادر أمنية عليا اتهامها لنتنياهو وحلفائه المتطرفين بالتعاون لتخريب أي فرصة لهدنة وصفقة جديدة. عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بشأن القضية الفلسطينية. يأتي هذا الاجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب من المندوب الدائم لدولة فلسطين مهند العكلوك بهدف بحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. قال المندوب الدائم لدولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك أن طلب اجتماع جامعة على مستوى المندوبين يأتي في ظل إقرار حكومة الاحتلال مؤخرا سلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين. وأشار العكلوك إلى أن هذه الإجراءات تستهدف منع تجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة. الخطوات العدوانية، السياسات والإجراءات العدوانية الأخيرة التي أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجلس الإرهاب المصغر المسمى بالكابينت، والذي قرر شرعنة بؤر استيطانية جديدة، 5 بؤر تمهيدا لشرعنة 63 بؤرة استيطانية، والذي قرر أيضا فرض عقوبات على الشعب الفلسطيني وتحويل المنطقة باء إلى ما يشبه المنطقة جيم، مما يؤدي إلى سيطرة وضم إسرائيل ل 82% من الضفة الغربية. هذه الإجراءات العدوانية التي اتخذتها إسرائيل بالإضافة إلى كيف تعامل إسرائيل الأسرى الفلسطينيين معاملة وحشية عنصرية لا يندى لها جبين الإنسانية فقط، بل تذوب الإنسانية حياء من هذه الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين.
وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أكدت السلطات الصحية في غزة أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 58 فلسطينيا وإصابة 179 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 38,011 شهيدا وإصابة 87,445 مصابا. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لمناطق متفرقة بقطاع غزة في اليوم 272 من الحرب والتي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي. واستشهد 4 أشخاص وأصيب 8 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة بمنطقة المشهرة قرب محطة تمراز في شارع النفق بحي التفاح، وتمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثامين 3 شهداء و13 جريحا من منزل بعد استهدافه من طائرات الاحتلال قرب مدرسة يافا في حي الدرج شرق مدينة غزة. أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء حرب إسرائيل على القطاع. وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أندريا دي دومينيكو أن 1,900,000 شخص يعتقد أنهم نزحوا من غزة، وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قسمت قطاع غزة إلى قسمين حيث يعيش ما بين 300,000 إلى 350,000 شخص شمال المنطقة المحاصرة. تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. ويأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. وللمزيد من التفاصيل يستعرضها لنا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. دائما ما كانت الصورة تتحدث عن نفسها، تعنت قوات الاحتلال في دخول المساعدات الإغاثية يشمل كل الأنواع، حتى هذه السيارات، سيارات الإسعاف التي وقفت لمدة طويلة جدا ومنعت من الدخول، ها هي متواجدة هنا في الأراضي المصرية. حاولت أكثر من مرة، عبرت بالفعل عبر البوابات المصرية، ولكن في الناحية الأخرى تعنت قوات الاحتلال يمنع دخول هذه السيارات. وفي نفس الوقت المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة في أمس الحاجة لجميع المستلزمات الطبية، وأيضا في أمس الحاجة لسيارات الإسعاف بعد أن كانت قوات الاحتلال تستهدف الأماكن المحيطة بالمستشفيات مما أدى لتدمير سيارات الإسعاف.
الصورة دائما كما قلنا تتحدث عن نفسها، حتى في بوابة معبر رفح المصرية فتحدثوا كثيرا عن منع مصر دخول المساعدات، لكن فتح بوابة معبر رفح منذ بدء العدوان دائما ما كان مفتوحا ولم يغلق أبوابه على الإطلاق، تدخل الشاحنات منه متوجهة إلى الناحية الأخرى. أما في الناحية الخاصة بالأراضي المحتلة من ناحية معبر رفح الفلسطيني فقد أخرجت قوات الاحتلال معبر رفح الفلسطيني عن العمل تماما، وأما في معبر كرم أبو سالم فتمنع دخول المساعدات وفي بعض الأحيان تعرقل دخول المساعدات، تمنع دخول المولدات الكهربائية. على سبيل المثال اليوم لم يدخل إلا 9 شاحنات للوقود ولم يدخل أي من شاحنات المواد الإغاثية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أيضا بالإضافة لذلك يعني قوات الاحتلال تعرقل الأونروا والأمم المتحدة من توزيع هذه المساعدات، إما بمنع وصول الأونروا والأمم المتحدة لهذه المساعدات أو توجيهاتها المختلفة للفلسطينيين بالتنقل من مكان لآخر، مما يصاحب توصيل المساعدات للأماكن المتواجد بها المواطنين. وفي بعض الأحيان تتعرض هذه الشاحنات وهذه المواد الغذائية للتلف بسبب تعرضها للشمس لفترات طويلة في الناحية الأخرى في معبر كرم أبو سالم، أو في بعض الأحيان يتم سرقة هذه المساعدات الإغاثية. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن 25 فريق إطفاء يشاركون في إخماد حرائق بعشر بؤر في الجولان المحتل والجليل الأعلى بعد قصف من حزب الله اللبناني. هذا وأعلن حزب الله اللبناني شن هجمات على 7 مواقع عسكرية إسرائيلية ردا على مقتل أحد كبار قادة الحزب في جنوب لبنان. وأوضح حزب الله أنه أطلق أكثر من 200 صاروخ في هجوم جوي بسرب من المسيرات على مقر قيادة الفرقة 91 ومقر قيادة اللواء المدرع 7 في سكنة كاتسافيا ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة دادو، إلى جانب هجوم على قاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار ومقر اللواء جولاني ووحدة إيجوز في سكنة شرغة، فضلا عن مواقع عسكرية أخرى. بحث المنسق الرئاسي للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة أموس هوكستين الوضع في الشرق الأوسط وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع مسؤولين فرنسيين وأمريكيين لاستعادة الهدوء في المنطقة. وذكر البيت الأبيض أن فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في هدف هو حل الصراع الحالي عبر الخط الأزرق بالوسائل الدبلوماسية، ما يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين العودة إلى ديارهم مع ضمانات طويلة الأمد بالسلامة والأمن. يواصل الناخبون البريطانيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب العمال على المحافظين، وهما قد يعني حال تحقيق الفوز إنهاء 14 عاما من حكم المحافظين للبلاد. لا تسود أجواء تفاؤل أو أمل مفرط، لكن البريطانيين على استعداد لمنح فرصة لكير ستارمر زعيم حزب العمال المتقشف البالغ من العمر 61 عاما للوصول إلى داونينج ستريت. ومع انطلاق الانتخابات التشريعية يبدو حزب العمال الأوفر حظا في الفوز أكثر من أي وقت مضى في ضوء استطلاعات الرأي. وبعد 6 أسابيع من الحملة و14 عاما من حكم المحافظين الذي شهد تعاقب 5 رؤساء وزارة بينهم 4 اضطروا للاستقالة، من المتوقع أن تصوت البلاد لصالح يسار الوسط. وعمد كبار شخصيات المحافظين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى دعوة الناخبين لعدم إعطاء أغلبية كبرى للعماليين في مجلس العموم، لكن وزير العمل ميل سترايد وهو أحد أبرز داعمي حملة سوناك قال إن البلاد ستشهد أكبر فوز عمالي على الإطلاق. بعد سنوات صعبة عاش خلالها البريطانيون تجربة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي وأزمة اقتصادية واجتماعية وانتشار فيروس كورونا وفضائح وعدم استقرار سياسي مع تعاقب 3 رؤساء وزارة محافظين عام 2022 و5 منذ عام 2010، يتطلع الناخبون إلى أمر واحد فقط هو التغيير.
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن النجاح الذي لا يمكن إنكاره والذي حققته المعارضة في فرنسا خلال الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة وقبل ذلك بقليل خلال الانتخابات الأوروبية هو رد على وجه الخصوص على إملاءات واشنطن وبروكسل. وقال المتحدث باسم الوزارة أندريان ستاسين إن الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية والانتخابات الأوروبية اللتين أجريتا في يونيو الماضي لا يمكن اعتبارهما سوى تصويت بعدم الثقة من جانب الفرنسيين فيما يتعلق بالسلطات الحالية بما في ذلك بالسياسة الخارجية لباريس. أفادت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخا قصف ودمر مقاتلة أوكرانية من طراز ميج 29 في مطار بمنطقة دنيبرو بتروفسك. وعلى الجانب الآخر أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 21 من أصل 22 طائرة مسيرة استخدمت في هجوم روسي خلال الليل. هذا وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرة مسيرة فوق 6 مناطق في شمال ووسط أوكرانيا. قتل شخصان في ضربات روسية استهدفت منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا. وأعلن حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدروف عن مقتل رجل وامرأة جراء قصف فضلا عن إصابة آخر في ضربات روسية استهدفت المنطقة. هذا وأشار حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية لأن القوات الروسية شنت 391 هجوما على 10 بلدات في منطقة زابوريجيا خلال 24 ساعة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي تقام في كازاخستان ستروج لنظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب. وأعلن بوتين عند افتتاح الجلسة العامة أن المشاركين وبينهم مسؤولون صينيون وإيرانيون وهنود سيشددون خلال الإعلان الختامي على التزامهم بإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل يستند إلى الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي وتطلعات الدول صاحبة السيادة لشراكة تقوم على الفائدة المتبادلة. دعا الرئيس الصيني شي جين بانغ إلى مقاومة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول منظمة شنغهاي للتعاون. وخلال قمة للمنظمة في العاصمة الكازاخية أستانا لفت الرئيس الصيني إلى أهمية اتحاد دول المنظمة والتي تضم إلى جانب بلاده روسيا وإيران والهند لمقاومة التدخل الخارجي وأن تدعم هذه الدول بعضها البعض بقوة مع إدارة الخلافات الداخلية من خلال وضع خيار السلام كأولوية أولى. والآن مشاهدينا جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع رجاء رمزي. إليك رجائي. شكرا جزيلا نادينا، شكرا ليك أدى. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. بحث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالك السفن الكورية الجنوبية تشانغ هو يانغ، بحث معه سبل تعزيز التعاون المستقبلي ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس. كما شهد اللقاء مناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية والتشاور حول مستقبل سياسات إبحار السفن التابعة للجمعية الكورية الجنوبية عبر قناة السويس. وخلال الاجتماع أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مستمرة في تقديم كافة خدماتها الملاحية والبحرية للسفن العابرة مع استحداث خدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل لتلبية متطلبات التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة
من بينها خدمات الإنقاذ البحري والإصلاح والصيانة والإسعاف البحري. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت أسعار النفط قليلاً لتتراجع من أعلى مستوى لها في عدة أشهر والذي بلغته خلال الجلسة السابقة، وسط اتجاه ما بين المستثمرين لجني الأرباح مع توخي الحذر حيال الطلب رغم انخفاض مخزونات الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. هبطت العقود الأجلة لخام برنت ارتفاعا طفيفا بنسبة بلغت 0.48% مسجلة 86 دولار 92 سنتا للبرميل، فيما تراجعت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.58% مسجلة 83 دولار 39 سنتا للبرميل، فيما وصلت أيضا التراجعات لتطال أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.66% مسجلة دولارين 2.61 سنتا للتر، فيما انخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.82% مسجلة دولارين 2.37 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت أسعار أو معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج بنهاية التعاملات بعدما رفعت بيانات ضعيفة من سوق العمل الأمريكية توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض في وقت لاحق من العام. زاد المؤشر السعودي بنسبة بلغت 0.2% ليتجه إلى إنهاء 4 جلسات من الخسائر، فيما صعد مؤشر دبي بنسبة بلغت 0.1%، ارتفع أيضا المؤشر القطري بنسبة بلغت 0.2%، فيما انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة بلغت 0.2%. وإلى الأسهم الأوروبية التي ارتفعت بفضل التفاؤل بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بعد بيانات أمريكية ضعيفة، كما شهدت السوق في لندن صعودا مع بدء الانتخابات في بريطانيا. أيضا توقع استطلاعات الرأي فوز تاريخي لحزب العمال المعارض. زاد المؤشر ستوكس الأوروبية بنسبة بلغت 0.3%، فيما تصدر قطاع البنوك المكاسب. ربحت أسهم الشركات الخاصة بالسيارات بنسبة بلغت 0.8%، فيما صعد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة بلغت 0.5% في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق لمعرفة حجم الأغلبية التي قد يحصل عليها حزب العمال البريطانية. فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية قد تصل إلى 38%، وذلك على السيارات الكهربية الصينية المستوردة قبل قرار نهائي في نوفمبر، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمة بكين بأنها دعمت وبشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات. سيبدأ تطبيق هذا الرسوم أو هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة بلغت 10% مطبقة أصلا على السيارات الصينية، وأمام المفوضية مهلة 4 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحا أمام حوار محتمل مع بكين. تراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في مايو، وهو الانخفاض الخامس على التوالي، مما يزيد من المؤشرات على أن قطاع الصناعة في أكبر اقتصاد أوروبي لن يتعافى في الأشهر المقبلة. كشف مكتب الإحصاءات الألمانية على أن الطلبيات الصناعية تراجعت على نحو غير متوقع في مايو بنسبة بلغت 1.6%، وذلك مقارنة بالشهر السابق على أساس التعديل في ضوء عوامل موسمية وأيضا عوامل التقويمة. كان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين قد توقع زيادة قدرها 0.5%.
مشاهدينا نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى أدواتنا فإليكما. شكرا لك رجائي. وختم نشرة السادسة، هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية لرئيسي مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، ويمنح سلفيهما وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. الأمن القومي وبناء الإنسان والإصلاح الاقتصادي محددات شدد عليها رئيس الوزراء خلال استعراضه أجندة عمل حكومته الجديدة. كبار رجال الدولة يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم، إلى اللقاء.